الله مكان جميل. انت هنا وانا بدور عليك. اوعى تكون اشتريت حاجة جديدة. ايش فهمك انت في الشغل؟ انا امبارح اشتريت السدر علي ثاني. لا طبعا، هو انا غبي؟ ده راجل طيب باع لي كل مكان الري بتاع مصر. ليه بقى يا سيدي؟ علشان ادي مية لاهل البلد زي ما هم عاوزين. فكرة كويسة، بس انت عارف ان نصيبنا في المية محدود، علشان كده المزارعين لازم يعملوا حساب كل نقطة مية. وايه تاني بقى يا اخويا؟ وكمان ما يغرقوش الارض بالمية، لان المية الزيادة بتبوظ الارض والمحصول. المية رسلنا لينا احنا وعيالنا، هنصنها بعنينا والدنيا تحلى.